إذن مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في هذا المباشر من سوق مدينة البروج. وبالضبط من رحبة الطليان، إذن مشاهدينا كما كتب معنا في هذا الجولة وهذا البت المباشر، هذه هي الأجواء برحبة طاليان بالسوق الشهير، سوق البروج. كما تابعتوا معنا في يعني في عدة لايفات من هذا السوق، هذا سوق الشهير، صباح النور أخي كمال. ايش هذا؟ انا سوق مدينة البروج، واللي كي تعتبر هذا السوق من اكبر الاسواق بالمغرب، واللي معروف عليه يعني رحبة الطليان، معروف برحبة الطليان، وكذلك سوق السيارات وسوق أجزاء السيارات. إذن مشاهدينا كما تتابعوا معنا في هذا المباشر من مدينة البروج، إذن مشاهدينا كما قلت فنحن في جولة برحبة الطليان بهذا السوق الشهير سوق البروج. كما قلت سوق البروج اللي معروف برحبة الطليان وكذلك برحبة السيارات المستعملة وكذلك برحبة أجزاء السيارات. مدينة البروج التابعة لإقليم ستات، كما شفتوا معنا مشاهدينا كما كتابع معنا في هذا المباشر، هذه هي رحبة طليان بمدينة البروج أو بسوق البروج، السوق الأسبوعي لمدينة البروج. مرحبا بي أخو، دا صح على فلو دا تيجي بوز بكاف كاس البنيات ومهر الوليدات اللي بغي يجرب يجي. لا تحية كبيرة للجالية المغربية المقيمة بالخارج اللي تعودنا تنشوفوها بهذا السوق، لكن في زمن كورونا كنشوفوا غياب الجالية المغربية المقيمة بالخارج واللي كتساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، واللي كتساهم كذلك في رواج هاد السوق.
متابعينا كما كتابع معنا في هذا الأثناء مدينة البروج. وبالضبط من رحبة طاليان اللي معروفة بهذا الاسم ديال رحبة طاليان. كما قلت مشاهدينا فهذا السوق سوق الشهير اللي كيتوافدوا عليه يعني مواطنين من جميع أنحاء مدن المملكة. تحية لكل مشاهدينا، تحية لكل متابعينا وكل مشاهدي قناة شوف تي في. تحية لساكنة إقليم سطات وخاصة ساكنة البروج. أنت يا مرضي وليدين أعمت أخويا أحسن. صباح النور أخي سعيد، صباح الخير على الجميع. مشاهدينا كما كتتابعوا معنا في هذا الرحبة، رحبة الطاليان اللي كتمتد لواحد المسافة كبيرة بهذا السوق. إذن مشاهدي قناة شوف تي في كما قلت فنحن في جولة بهذا السوق الأسبوعي لمدينة البروج التابع لإقليم سطات، السوق الشهير وبالضبط من رحبة طاليان الشهيرة واللي معروف بها هذا السوق الأسبوعي لمدينة البروج. إذن سوق البروج اللي معروف برحبة الطاليان كذلك ورحبة السيارات ورحبة أجزاء السيارات. أنتم كتتابعوا معنا مشاهدينا فرحبة الطاليان اللي كتمتد على واحد المسافة كبيرة بهذا السوق. رغم غياب الجالية المغربية بسبب وباء كورونا ايه خويا الشفا. انت ما كتسمعوش؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله.
الشهود ديال غزلوا عندنا. إذن مشاهدي قناة شوف تي في كما تابعوا معنا في هذا المباشر من السوق الأسبوعي لمدينة البروج وبالضبط من رحبة طاليان. الصحافة يوسف الصحافة تدور السوق العربي متتبعينا مدينة البروج إقليم سطات. السوق الأسبوعي وبالضبط من رحبة طاليان الشهيرة اللي معروفة كما قلت بأجزاء السيارات ومعروفة كذلك برحبة السيارات المستعملة. أنا مشاهدي قناة شوف تي في كما قلت ف رحبة الطاليان اللي تعودنا نشوفوها أحسن من هكا، لكن مع غياب الجالية المغربية المقيمة بالخارج مشاهدي قناة شوف تي في. لازلنا في هذه الجولة بهذا السوق الأسبوعي لمدينة البروج. وبالضبط من رحبة طاليان. إذن متتبعينا كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر في هذه الجولة بهذا السوق الأسبوعي لمدينة البروج، كنتم معنا في هذا المباشر من رحبة الطاليان. مشاهدينا ما بقى لي إلا أن نودعكم، نلتقي مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.